أمريم تسأل تقول بالنسبة لقراءة القرآن في القلب هل هي قراءة أم لا بد من تحريك اللسان؟ أختي أمريم بارك الله فيك بالنسبة للقراءة التي يطلق عليها قراءة ما تحركت به الشفتان فإذا تحركت إذا حرك القارئ شفتيه وحرك لسانه فيسمى قارئا أما في القلب فهذا يسمى إمرار القرآن على القلب إمرار القرآن على القلب وهذا ذكر بالقلب لكن ما يحصل عليه مثل ما يحصل عليه أجر التالي للقرآن الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولا من حرف وميم حرف هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك الإنسان الذي يمسك المصحف وما يحرك شفتيه ولا لسانه فقط هذا يتدبر يتأمل وينظر فقط ما يسمى تالي للقرآن قال الله جل وعلا لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرانه فاذا قراناه فاتبع قرانه ثم ان علينا بيانه بارك الله فيك